بشكر حضرتك جدا طبعا على إتاحة هذه الفرصة نكون مشاركين ومستمعين لهذا العرض. أنا بس عندي ملاحظة سريعة وسؤالين. الملاحظة، أنا كنت أتمنى أنه معالي وزير المالية يعني يكون العرض من خلال شاشة بنقاط محددة، كان ده هيبقى أفضل جدا، وتحديدا في التحديات، عرض التحديات اللي بتقابلها المنظومة الضريبية. حضرتك أشرت إنه يعني التحديات كلنا عارفينها، لا، في ناس كتير مش عارفة التحديات، وأعتقد إن عرض التحديات أولا كان هيدي قيمة كبيرة جدا لحزمة التسهيلات اللي حضرتك عرضتها للناس. السؤال الأولاني منطلق من التحديات في المجتمع الضريبي كله. معروف إنه في يعني ندرة في الكفاءات المتخصصة الفنية في مصلحة الضرائب، وانه في مجهود كبير جدا انتم محتاجين تبذلوه لرفع كفاءة العاملين في هذه المنظومة. طول الوقت لما بتعرض حضرتك مثل هذه الاجراءات بيبقى في سؤال عند الممول، بيقول والله احنا لما بنستمع لدولة رئيس الوزراء بيبقى الكلام عظيم جدا وايجابي، ولما بنسمع من وزير المالية بيبقى الكلام ايجابي، لكن لما بننزل للموظف تحت بنلاقي الدنيا بايظة. فايه هي الاليات العملية اللي هتؤدي إلى تطبيق ما عرضته حضرتك من إجراءات بحيث ما يبقاش في هذه الفجوة بين الكلام الجميل المنمق اللي بنسمعه من على المستوى الأعلى ثم الموظف ما بينفذش ده؟ ده السؤال لحضرتك. معالي رئيس الوزراء، خلال 48 ساعة اللي فاتوا في تفاصيل كتير ومعلومات كتير تتردد عن منجم السكري وما جرى في منجم السكري، شائعات كتير حوالين هذا الموضوع، انتقاد لشيء احنا عايزين نتأكد منه، يعني ايه اللي حصل في منجم السكري؟ هل في شركة بالفعل من جنوب افريقيا دخلت وخدت ب 2.5 مليار؟ يعني ايه الوضع؟ لانه في كلام كتير بيتردد حول هذا الموضوع، فنتمنى ان نستمع من حضرتك فيه. شكرا. حاضر، لو ممكن ناخد مجموعة أسئلة ونجمع لهذا الموضوع. مساء الخير يا فندم. كنت عايز اتكلم بالنسبه لحضرتك بتتكلموا عن استهداف القطاع الغير رسمي، ودي كانت احدى توصيات الصندوق وكانت واضحه في المراجعه عن توحش الاقتصاد غير الرسمي في مصر. بس الملاحظ ان مفيش منظومه حكوميه متكامله بتستهدف الاقتصاد غير الرسمي. يعني على سبيل المثال لغايه دلوقتي قانون تراخيص المحلات رغم انتهاء مهله توفير الاوضاع لسه في بطء في التراخيص من جانب الاقبال، من جانب الوحدات اللي بتطبق القانون. فمحتاجين يبقى في منظومه متكامله عشان استهداف القطاع غير الرسمي. الحاجه الثانيه اللي كنت عايز اسال فيها سياده الوزير الماليه، يعني بعض المسؤولين في الحكومه بيتكلموا عن حوافز واعفاءات ضريبيه للمناطق الحره والمناطق، وده طبعا سواء الصندوق او وزاره الماليه بتحاول انها تبعد عن موضوع الاعفاءات ده وكده. فكنت عايز التوضيح من حضرتك. اتفضل. مساء الخير يا فندم. انا كنت عايز اسال عن التسهيلات دي بتشمل الضرائب العقاريه، لان طبعا كان في مشاكل كتير في التقديرات، وفي ناس بيقول بتطبق عليهم باثر راجع من 2008 من اول تطبيق القانون، فالموضوع ده عامل مشاكل كتير، فكنت عايز اعرف موقف الضرائب العقاريه من هذه التيسيرات. بعد اذن حضرتك، يعني حضرتك النهارده طبعا طرحت الاولويات السياسات الماليه خلال المرحله القادمه والمشكلات المتعلقه بين مصلحه الضرائب ومجتمع الاعمال. يعني نقدر نقول ان شاء الله ان احنا نقدر نصفر كل المشاكل من خلال الرؤيه اللي حضراتكم طرحتوها امتى، ان احنا مش هيبقى عندنا مشاكل فيما يتعلق بين مصلحه الضرائب ومجتمع الاعمال، ونبدا في تطبيق الاجراءات الجديده اللي حضرتك ذكرتها. شكرا يا فندم. شكرا جدا على الاسئله وعلى كمان التوصيات، ويمكن دي هناخد بالنا منها جدا في العروض التفصيليه، لانه الحقيقه انا سعيد جدا انه حتى هذا الامر احنا لما جينا نجهز للعرض وجينا نجهز نعرض في الاول على دوله رئيس الوزراء وعلى فخامه الرئيس ونتكلم على ايه اللي بيحصل، احنا بدانا بالظبط بالحقيقة قلته، بدانا الاول بايه التحديات
وايه التحديات اللي بتقابل اللي رصدناها، والحقيقه كلها امور يمكن تستحق فعلا ان احنا نعدي عليها بسرعه. بنتكلم النهارده على انه ازاي نقلل اي تقديرات جزافيه، بمعنى تقديرات غير مرتبطه بالضروره باللي قدمه الممول او بالمعلومات الاساسيه اللي كان في ملفه، او فيها قدر من عدم استخدامها بشكل كامل، او فيها سرعه في 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 تقديرات. بنتكلم على طول الفتره الزمنيه في عمليه الفحص، ممكن الفحص يقعد سنوات طويله جدا، وبالتالي يفضل الممول مش عارف يقفل الملف دوت او يقفل السنوات دي. بنتكلم على حالات كتيره جدا ساعات من الفحص بتنتهي بارقام مختلفه، في عدم دقه كبيره في الفحص. بنتكلم على ان احنا ساعات غرامات التاخير بتبقى اضعاف 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 الاصل، وبالتالي بتصعب مشكله الحل. ممكن جدا الممول يقبل ان فعلا كان في اقراره في حاجه تستحق التعديل، وبالتالي تستحق ان هو يسويها، لكن الغرامات اللي هو ما كانش مسؤول عنها ان هو احنا جينا له بعد 7-8 سنين فحصنا يتكلم عليها. بنتكلم على عدد الهائل من المنازعات اللي بيستمر ويزيد، عمالين احنا بنتعب جدا ان احنا نحل المشاكل ونقلل المنازعات، وبعد كده نلاقي المنازعات بتزيد بزيادات كبيره جدا، مع ان كان ممكن جدا بسهوله ان احنا لو قللنا من اصل المشكله يبقى المنازعات دي لوحدها نصها يختفي او عدد كبير يختفي. طبعا الحوكمة هتساعد، لكن هيظلم عندنا الباكلوج او الجزء الكبير المتأخر، فعشان كده لازم نفكر في حل للماضي، لانه المستقبل ان شاء الله كده كده بالحوكمة خلاص. انا كنت بنتكلم مع بعض احنا خلاص السنوات القادمة كتير من المقاولين ممكن يتفحصوا حاجة اسمها فحص مكتبي من غير مطلوبه ويجي ولا حاجة، ده هو كل بياناته عندك، هو بيقدم اقرار شهري للقيمة المضافة وبيقدم اقرار سنوي لضريبة الدخل وغيرها من انواع الضرائب، وبالتالي هو راجل ملتزم ويعني مش محتاج حاجة. بنتكلم دايما على ان احنا في حاجات كتيرة قوي انه للعدالة، الناس كانت بتشتكي سواء القطاع الرسمي يقولك القطاع غير رسمي مش موجود وبالتالي ما فيش عدالة، مش عارف انافس، فحاولوا تجيبوا القطاع غير رسمي وبالتالي، او العكس، او ان القطاع غير رسمي بيقولك انا عايز اخش بس مش هلاقي منظومة تعرف تيسر الحال وتبقى ابقى عارف راسي من رجليا، وكمان تراعي حجمي وان انا ببتدي نشاطي في بداية او شركة صغيرة او مجموعة من الشباب عملوا شركة عايزة تكبر. موضوع السيولة يقولك انا عندي سيولة دايما بحتاجها والزروق والتمويل عالي جدا والتكلفة عالية، وبالتالي انا عندي سيولة مشاكل سيولة، فياريت لو عندي حقوق تردوها لي بسرعة وبمنظومة سهلة ووضح لي ايه المطلوب مني من بدري. نظام الفحص يقولك طيب انا النهاردة قول لي من بدري ايه المعلومات اللي انت عايزها عشان لما تبطلب مني اتفحص ابقى جاهز بالمعلومات دي، فلو سمحت وضح لي هذه المعلومات. بنتكلم زي ما قلت ما كانش في تدرج في العقوبات، حد طول عمره بيقدم اقراره القانون قال انه ادى مساحه للعقوبات ما فصلش فيها او ما فصلش فيها ما بين حد عمل عقوبه يعني او عمل اجراء او حصل له اي ظرف ما يستدعيش ان احنا نسميه ان هو يعني او نسويه بحد تاني، مثلا ما قدمش الاقرار عن قصد او قدم الاقرار ببيانات غير دقيقه. بنتكلم على ان احنا ما كانش فيه وضوح كامل للسياسات في المستقبل، ويمكن دي حاجه من الحاجات اللي احنا يعني محتاجين نوضحها. احنا مع انتهاء هذه الفتره من التوضيح ومن الشرح هيتبعها على طول وثيقه السياسات الضريبيه حتى 2030، وحتى يكون هناك رؤيه مستقبليه كمان بتوري ناس توجهات واضحه جدا احنا رايحين فين وعايزين نروح فين، وتدي ناس وضوح رؤيه. المستثمر عموما الصغير والكبير المحلي والاجنبي هو عايز يعرف ايه الملامح اللي يشتغل عليها والظروف اللي هيشتغل عليها، وهو بعد كده بيعرف يقدر ينافس، بيعرف يسعر، بيعرف يشترك مع اخرين في امور معينه، يعرف يحط سياسته التسويقيه الانتاجيه، فهو عايز وضوح رؤيه. فاحنا ان شاء الله هننشر هذه كمان الوثيقه الفتره القادمه، فدي بس انا حبيت اوضحها. لكن بعض الاسئله اللي اتقالت اسئله مهمه جدا جدا جدا، حضرتك اتكلمت مثلا على موضوع المنشآت الصغيره ويبقى في رؤيه متكامله، طبعا كلام حضرتك مظبوط جدا. احنا بقى بالذات جينا قلنا نعمل كده بالظبط في الضرائب، لانه كان المشكله انه ممكن تعمل تيسيرات مره في قانون في حته معينه ومره تانية في قانون في حته معينه ومره بتخاطب حد في نوعيه يعني مثلا احنا ساعدنا جهاز المشروعات الصغيره نعمل فئه مقطوعه لضريبه الارباح على الدخل، بس الراجل اللي عايز يسجل عندك ده هو عايز يعرف هتعمل له ايه في ضريبه القيمه المضافه، في ضريبه المرتبات، في ضريبه الدمغه، في اي انواع من الرسوم. فاحنا هنعمل نظام كامل متكامل كمان غير سعر الضريبه وغير الضرايب، بيبقى هو عايز حاجه بسيطه ما
ما يبقاش حد عنده في بداية حياته بيعمل شركة بسيطة ونطلب منه نفس نوعية البيانات والإقرارات اللي ممكن تتطلب وجود شركة عندها محاسب وعندها شركة بتساعده. وهنقوم احنا بالدعم الفني ده، احنا هنقوم بالدعم الفني للشركات الصغيرة. يعني لو طلبنا منهم انهم يقدموا اقرار الكتروني هنساعدهم ازاي يعملوا الاقرار الالكتروني دون تكلفة عليهم، احنا هنتحمل هذا الامر وهذا العبء. فاحنا هنشجعهم بشكل كبير جدا، وزي ما قلت انا يمكن سايبين كتير من التفاصيل في الاعداد القادمة عشان نقدر نخش بعمق جدا ونشرح، لان احنا بنرى انه زي ما قلت انا في ممكن اصلاح واحد من اللي انا كنت عليه، لما نخش في تفاصيله وتلاقوا فيه كميه اصلاحات فرعيه وامور جاذبه جدا وامور بتخفض. الخلاصه انه العبء والتكلفه من وقت وجهد ومال وتمويل وحتى مبالغ مسدده تنخفض بشكل جيد للممول عشان يقدر ينافس ويكبر، فده هيتم جدا. كان في برضو يعني لو 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 انا يعني بعض الاسئله اللي اتقالت اتقال برضو امور مهمه جدا على الاقرارات والضريبه العقاريه والالتزام بيها. الحقيقه الضريبه العقاريه هي خارج مصلحه الضرائب، لكن نفس الفكر ده احنا ماشيين فيه. زي ما قلت مره اخرى، احنا عشان نحقق حضرتك قلت المسؤولين بيطلعوا يتكلموا، طب ازاي نقدر نضمن ده على الارض الواقع ونقدر تنفيذه بحيث ان يبقى فيه جديه؟ لا، هو اللي بيضمن دوت اكتر من حاجه. اللي بيضمن دوت ان احنا ما جيناش قلنا امور مجزأة، احنا بنقول بوضوح ان احنا هنستثمر في الموارد البشرية عندنا بقوة، ان احنا هنعمل نظم حوافز مختلفة. النهاردة واحدة من الاسباب ان ممكن يكون الحافز ما كانش مرتبط خالص بالخدمة دي، مش مرتبط بان على الارض انه هو يبقى عنده رغبة انه يمشي معانا هذا المشي. لا، احنا النهاردة بنغير هذه الفلسفة، ان احنا عاملين نظام متابعة قوي جدا 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 جدا، ان احنا بنعترف اساسا في حقيقة الامر ان احنا جادين في هذا الامر وان احنا دي تحدياتنا. ده في حد ذاته شيء مهم جدا لكل الناس، لما يبقى اعلى حد في هذه المنظومة سواء الحكومة دولة الرئيس واقف واستمع لهذا الامر او وزير المالية بيقول دي التحديات واحنا هنتعامل معها، ده في حد ذاته رسالة لكل موظف. لكن اهم من دوت ان احنا كمان نوفر له البنية. يعني النهاردة لما يجي اطلب من موظف انه يفحص هذا العدد الهائل، طب ما هو ده في شبه استحاله. فاللي احنا بنعمله دلوقتي من ميكنه بيعالج هذا الامر من جذوره، لان النهارده خلاص مش محتاج ان هو يفحص كل هذا الامر. النهارده احنا بنغير من الحاجات اللي هنحكيها ونشرحها بعمق في المستقبل. احنا كنا زمان بنفحص كل يعني كل الموالين في المراكز الكبار، دلوقتي هنفحص بالعينه، هناخد عدد معين. خلاص احنا بنرجع نثق في الممول واللي بيقدمه، وده الاساس اللي في العلاقه اللي ما بيننا وما بينه. ففي امور كتير تنفيذيه تقدر تضمن يا فندم او تقدر تضمن للجميع انه ان شاء الله ما يقال سيتم متابعته. هختم في الكلمه دي او في الحقيقه قلته بحاجه مهمه جدا، ويمكن برضو يعني حضرتك بتخلينا نقول يعني كتير من التفاصيل اللي ممكن هنقولها الفتره القادمه اكتر من مره. احنا واحده من محاور المتابعه اللي احنا اقرناها في الخطه دي وفي الحزمه دي، ودولة الرئيس طبعا يعني كان داعم جدا ليها وفخامة الرئيس، هو ان احنا قلنا طب احنا النهاردة طرفين، احنا طرف المصلحة ووزارة المالية والممول، احنا هنجيب طرف ثالث محايد وهنعمل تقييم ذاتي كل 6 أشهر. طرف ولا من ده احنا هنتعاقد معاه، والطرف الثالث ده هيبقى بيريبورت او مثلا بيقدم تقريره بشكل بعيد خالص عن المصلحة، بحيث ان هو يبقى فيه قدر وهيبقى مبني على اساس الاستماع للممولين ورؤيتهم لما حدث وايه حجم النجاح وفين حصل نجاح فين حصل يمكن محتاج تركيز اكبر جدا. فده واحد من الادوات المتابعه اللي هنعملها، ان احنا نتعاقد مع طرف اخر يقدر يضمن ان هذا الامر. لما دولة الرئيس النهارده بيتكلم على البي ام اي او مؤشر مدير المشترين وبنقول بنتكلم عليه، ميزته الكبيره انه طلع من طرف محايد وطرف متخصص. نفس القصه، هنجيب طرف متخصص يعمل لنا تقييم دوري ويوضح لنا فين الحمد لله قطعنا شوط كبير قوي على الارض وفين قطعنا شوط كبير قوي او فين محتاجين تركيز اكبر. فسؤال حضرتك في محله، لكن يمكن في التفاصيل ان شاء الله الفتره القادمه كتير من الامور تبان، لكن يعني هو بالظبط ده جوهر القصه، ازاي اللي احنا نقوله النهارده على الارض اكبر قدر من الممولين يشعر بيه في اكثر مده.
مساء الخير. سؤالي لمعالي السيد وزير المالية. حضرتك دلوقتي أشرت فيما يتعلق بموضوع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة متناهية الصغر والحد شريحة ال 15 مليون جنيه إن هيكون نوع من الإجراءات الضريبية المبسطة عليهم. إحنا عارفين طبعا هم بيخضعوا لضريبة قيمة مضافة وفي ضريبة أرباح وضريبة على التوزيعات وبعض الرسوم الأخرى أحيانا بتزيد عن 40%. هل في يعني مقترح بنسبة ثابتة ومحددة لهذه الأنشطة التي تقل عن 15 مليون جنيه وما يزيد عن 15 مليون جنيه بالنسبة للشركات الأكبر يعني حجمها أعلى، إيه اللي هيتم معها؟ كمان إحنا يعني سؤال تاني فيما يتعلق بضريبة الدخل، يعني الفترة اللي فاتت بنعاني من معدلات التضخم مرتفعة كانت وصلت لمستوى الثلاثينات والحمد لله دلوقتي تراجعت لمستوى 25% وده أثر على القوة الشرائية لدخول الموظفين. هل في إعادة نظر لضريبة الدخل بوضع إعفاءات جديدة على الشرائح الأدنى دخلا؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء والسيد الوزير على الدعوة الكريمة. هذا المؤتمر هام في لأنه يحقق يوضح الاستراتيجيات الشاملة لهدف رئيسي وهو يعني الثقة متبادلة ما بين المنتج والمستثمر والحكومة. السؤال هنا في ظل هذه الاستراتيجية الشاملة للسياسات الضريبية، هل هناك رؤية لاستقرار تشريعي؟ ده واحد. اثنين، التقييم المسبق هدفه منح المستثمر قدرة على تحديد فرصه في الربحية والتزاماته المالية مستقبليا. طيب، هل هناك حوافز للمستثمر الذي يدخل في الصناعة الخاصة به أو الاستثمارات الخاصة به نسبة طاقة نظيفة منخفضة الكربون؟ وسيادة دولة رئيس الوزراء تحدث عن 1.1 مليار استثمارات مصرية صينية، جذب استثمارات هيكون فيها طاقة ألواح طاقة شمسية. الأمر الثالث وهو المنح، السؤال الثالث، حضرتك تحدثت عن منح حوافز للملتزمين بالإيفاء بالتزاماتهم الضريبية. هل هناك حوافز أخرى تحفز المنتج أو المستثمر في إنتاج وطني بحيث يكون هذا المنتج قادر على المنافسة في السوق بأسعار أكثر قدرة على التنافسية؟ وشكرا. أحمد رضوان جريد حابي، ازي حضرتك يا دكتور؟ عندي سؤالين أتمنى أكون أقولهم بالوضوح الكافي. السؤال الأولاني هو مرتبط بالحوافز الضريبية اللي هي موجودة في قوانين تانية زي قانون الاستثمار. في مشكلة دايما بنسمعها يعني من حواراتنا مع المستثمرين إن هذه الحوافز إما مفتتة بطريقة لا يستطيعون الاستفادة منها أو غير واضحة أو لا تصل إلى الموظفين والتنفيذيين، فبالتالي دايما في معاناة في الاستفادة من هذه الحوافز. فإيه المناسب للتعامل مع الحوافز إذا كانت موجودة؟ هم بيعترفوا بيها ولكن لا يستطيعون الاستفادة منها. السؤال الثاني مرتبط بالسعر الفعلي للضريبة. برضو في مشكلة رئيسية مرتبطة بإجمالي الأعباء المتسمى أعباء سيادية اللي بيتحملها المستثمر، سواء بقى مرتبطة برسوم، بدمغات، بسعر ضريبة. هل في أي تصور لأن يتم تقديم حافز واضح في هذا البند أن الرقم الفعلي للضريبة يبقى أكثر وضوحا ويتم التحفيز من خلاله بدل تفتت الحوافز؟ شكرا جزيلا. شكرا يا رئيس. والله مجموعة من الأسئلة ممتازة. طيب خلينا أقول كام حاجة يعني مرتبطة ببعض. احنا لما بنفكر في حوافز بنفكر في حوافز يعني من شوية قلت حوافز مناطق حرة وصندوق النقد ووزارة المالية الحقيقة لا، هو مش موضوع ان احنا في الآخر هدفنا ايه. احنا هدفنا ان يبقى عندنا مستثمر قادر على المنافسه زي ما قلت، عايز قادر يتوسع وشايف ان مصر مركز او مكان جاذب للاستثمار. خلي بالك من حاجه، ان في حاجه دوليه موجوده انه المستثمر الاجنبي اللي بيجي بيشتغل في بلد لو ما دفعش الضريبه بتدخل في بلده، في البلد اللي بيشتغل فيها هيسحب بلده. فهو اساسا كده مش باصص على الحته دي. احنا مصممين نتكلم ونركز على الحته دي، هي مهمه حاجات تانية، لكن بس انا بس بوضح انه
خلينا نوجه الحوافز للحاجة اللي تعمل نقلة نوعية كبيرة جدا جدا. حضرتك سألت أو في من ضمن الأسئلة اللي سألت طب إيه الحاجات الأخرى أو بعض المشاكل اللي ممكن تكون مرتبطة بالحاجة بتقوله إن ساعات بيبقى فيه تجزئة وكده. ما هو نظام المقاصة مثلا يساعد جدا في هذا الأمر، إنه هو ساعات بيبقى عنده إيه؟ بيبقى عنده مشكلة إنه هو عنده رصيد في حتة وعنده مش عارف يستخدم هذا الرصيد لجهة حكومية أخرى. نظام المقاصة المركزي ده ما بنتكلمش على مصلحة الضرائب بس أو ما بنتكلمش على وزارة المالية، إحنا حتى هنخليه يمتد لأمور أخرى. بدل ما يبقى هو النهاردة متأخر في أمور عنده مثلا فاتورة غاز بغرامتها، فبدل ما هو متأخر فيها أو بدل ما هو مش قادر يساعد، هيساعد جدا نظام المقاصة المركزي ده على أمور كثيرة أوي. أما بقى الحوافز غير الضريبية، فأنا عايز أقول أوضح بعض الأمور. إحنا النهاردة يعني امبارح كنت بتشرف إن أنا كمان بتكلم مع قطاع الأعمال أو مجتمع الأعمال من خلال الأمريكان تشيمبر أو من خلال الغرفة الأمريكية، وكنا بنوضح بعض الأمور. السياسة المالية عموما وتوجيه دولة الرئيس لينا إنه يبقى في قدر من المساندة الكبيرة للقطاعات الإنتاجية والتصدير، ويمكن خلال أسابيع السيد وزير الإسمار يعلن بعض الأمور اللي تكون مرتبطة ببعض النقاط اللي أثيرت اليوم. لكن عموما بشكل عام إحنا عايزين نبقى المساندة اللي بنقدمها والحوافز أو المبادرات تكون مرتبطة بحاجة واضحة جدا، مرتبطة بتحقيق أهداف حقيقية. لأنه في الآخر خلي بالكو إنه إحنا برضو في نفس الوقت هو الممول دوت هو المواطن المصري، ومن حق المواطن المصري يضمن انه تمويله دوت رايح في حتت بتحقق الغرض منها وليس رايح بهدف نيات. فاحنا النهارده هتلاقي كل نظم الحوافز اللي احنا بنعملها مؤخرا هي حوافز مرتبطه بتحقيق نتائج. هتلاقي مثلا استراتيجيه تصنيع السيارات اللي بدات تتفعل، ويمكن دوله الرئيس عارف ان مثلا احدى الشركات بدات الحمد لله حجم انتاجها من السيارات لاول مصر في مصر يزيد بشكل كبير قوي. دي نتيجه الاستراتيجيه اللي عندنا. لكن الاستراتيجيه دي ميزتها ايه بقى؟ ان انا بدي الحافز مع تحقيق ايه؟ النتيجه. مش بدي الحافز على احتماليه ان تحصل النتيجه. فانا النهارده بقول له ايه؟ لما تنتج هذا الحجم من السيارات، ولما توطن بقيمه مضافه قد كده، ولما تصدر جزء منها، ولما تعمل يعني سيارات متوافقه مع المعايير البيئيه السليمه، هتاخد الحافز ده. نفس القصه بنكررها في مبادره السياحه الاخيره اللي اطلقناها. مبادره السياحه بتخاطب انشاء الغرف عشان نقدر نلبي الطلب اللي موجود على المقصد السياحي المصري. اوحش حاجه يبقى عندنا طلب على المقصد المصري ان يبقى في حد عايز يجي مصر يزورها وان احنا ما عندناش غرف كافيه. فقلنا طيب هنعمل حافز كبير جدا نخفض بيه التكلفه على المستثمرين، لكن امتى يتاح مع وجود الغرف دي، بحيث ان احنا نضمن انه الحافز ده بيتحقق. نفس القصه هتبقى تتكرر في كثير من الحوافز اللي بنقوم بيها حاليا واللي احنا بنستهدفها. فبالعكس احنا حاليا يعني برضو كنا بنعرض على دوله الرئيس بعض المبادرات الاخرى اللي احنا عايزين نتوسع فيها الفتره القادمه، مرتبطه بان احنا نساعد الناس سواء المستثمر او حتى المواطن انه يتحول لطاقه نظيفه او طاقه اكثر نظافه واكثر واوفر ليه واوفر لينا كبلد. فاحنا ان شاء الله بصدد ان شاء الله ان احنا كمان نتجه لهذا الامر، لانه الحقيقه النهارده بقى في فرص والفرص متاحه وكله يستفيد منها المواطن والمستثمر. لكن ممكن يكون بيبقى ساعات في عبء طلع الاولى لان بيبقى في تكلفه استثماريه، فاحنا بنشوف ازاي نتدخل ببعض المبادرات اللي تضمن لنا هذا الامر. لكن دي الفلسفه عموما اللي موجوده، فهو فكره ان احنا نتعامل مع الامور. اما بقى تجزئه بعض الامور، ما ده بالظبط اللي احنا بنحاول نعمله في قانون في المنظومه الضريبيه الجديده للمنشات الصغيره. فكره انه احنا النهارده نتعامل مع كل انواع. احنا لما نوضح الامر ده خلال الاسابيع القادمه، ويمكن هنتيجه هذا الامر الاسبوع القادم تحديدا، هتلاقوا ان احنا بنتكلم على كل انواع الامور، وهتلاقي فيه عفاءات كتيره جدا ليه. هتلاقي فيه عفاءات من حضرتك قلت ممكن العيب يصل للارقام، لا هتلاقي ان هو فيه عفاءات مثلا من ضريبه توزيعات الارباح، من بعض الامور الاخرى، وهتلاقي ان في حتى شرائح مقطوعه واضحه جدا، وهتلاقي ان هو ممكن يقدم الامور على فترات بحيث انه حتى كسيوله تبقى موجوده. هتلاقي تفاصيل كتيره ان شاء الله لما نشرحها بتدي حضرتك هذا انطباع، فبالتالي هيحصل له استفاده كبيره جدا جدا في هذا الامر، ويقدر يستفيد بشكل كبير من 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 المنظومه اللي احنا بنطرحها باذن الله في الفتره القادمه. طيب ناخد اخر مجموعه من الاسئله لو ممكن. اتفضل. شكرا معالي دوله رئيس الوزراء ووزير الماليه. سؤالي عايز ارجع لمساله الاقتصاد غير الرسمي. الحقيقه دي مش اول مره بنسمع فيها عن استهداف الاقتصاد غير الرسمي،
خاصة في ظل النمو الكبير اللي لهذا القطاع. يعني أحدث تقرير طلعت عليه لوزارة التخطيط كان بيقدره 50% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، فدي نسبة كبيرة جدا. إيه الاختلاف المرة دي اللي هتقدمه الحكومة علشان تدمج هذا الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، خاصة أنه فكرة العقوبات والرقابة لم تسفر عن دمج هذا الاقتصاد غير الرسمي؟ فإيه المحفز الجديد أو إيه التوجه الجديد اللي هتقدمه الحكومة لتشجيع هذا الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج؟ شكرا. تفضلي. شكرا معالي دولة رئيس الوزراء على هذا اللقاء طبعا المفيد جدا على كل المستويات، وخاصة المستوى الاقتصادي وتوضيح بعض الرؤى المهمة لما يحدث في مصر الآن. كنت عايزة أسأل حضرتك على هل في جديد بالنسبة للطروحات الحكومية، برنامج الطروحات الحكومية، لأنه طبعا من الأزرع المهمة للتنمية الاقتصادية اللي احنا بننشدها في مصر في الوقت الراهن. الحاجة الثانية، السؤال الثاني المعالي وزير المالية عن الأثر المالي على الموازنة العامة لهذه التعديلات، لأن طبعا طول الوقت عارفة أن موارد الدولة مهمة جدا برضو بالنسبة لحضراتكم، فكنت عايز اعرف الاثر المالي لهذه التعديلات. شكرا. دولة رئيس الوزراء، بالتأكيد هناك العديد من الملفات والنقاط الهامة حول الملف الضريبي والمتعلق بالاستثمار والمستثمرين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. مالك فندم ذكرت بأن هناك منظومة إلكترونية سوف يتم إطلاقها في هذا الشأن حتى تضمن يعني سير هذه العملية بشكل ميسر تماما. هل هذه المنظومة سوف تشمل، ما أهم النقاط التي سوف تشمل هذه المنظومة حتى تصل إلى الموظف الصغير والكل يكون على علم كامل بها حتى لا يتعثر المستثمر خلال إجراء هذه المشروعات، ومتى سوف يتم إطلاق هذه المنظومة؟ شكرا. لا لا، اللي جنبه. طيب خلاص خلاص، ودي مش مشكلة. أنا مش هطول، بس عشان النقطة بتاعت الأثار الزميل الخاصة بالقطاع غير الرسمي، وطبعا مش أول مرة تربينا كلنا أن احنا بنطالب بإدخال القطاع غير الرسمي في الاقتصاد. أعتقد سؤالي تحديدا في القصة دي هتعمل إيه في مشكلة الثقة؟ يعني أنا هي مش قضية أنك هتدرب الموارد البشرية اللي موجودة عندك، إنما قضية نسق قيمي. يعني النسق القيمي اللي موجود عند عدد كبير من مش بس في الضرائب، يعني في قطاعات أخرى من الدولة وغير الدولة وغير القطاع الرسمي، يعني فيما يتعلق باستحلال أو طريقة التعامل لكسب الرزق، أو ده نسق قيمي التدريب مش هيحله. فهل في خطة للتعامل مع القصة دي؟ السؤال، الحاجة الأخيرة، أطالب إدخال التأمينات الاجتماعية في منظومة المقاصة المركزية. الجزء الأخير ده المعالي رئيس الوزراء، احنا النهاردة اتكلمنا عن السياسات المالية فيما يتعلق بالسياسات الضريبية. انا اتصور ان يبقى في استراتيجية كاملة، سياسات مالية متنوعة ضريبية والتحفيز قطاعات بعينها، وبالاضافة لسياسات نقدية في المجلس الاعلى، اكيد اللي انتوا في تشاور بين بين الطرفين، السياسات المالية والسياسات النقدية والسياسات الاقتصادية. اكيد هل في منظومة متكاملة او استراتيجية متكاملة هيتم الاعلان عنها كل في تخصصه؟ يعني وزير الاستثمار هيتكلم شوية، وسيادة المحافظ المركز المركزي شوية، وطبعا معالي رئيس الوزراء. ده سؤالي. شكرا. شكرا. خليني اجمع، انا حبيت بس اجمع مجموعة من الاسئلة اللي تخصني، وحبدأ بموضوع منجم السكري. المنجم طبعا زي ما حضراتكم سمعت حضرتك او تناقلت الصحف ان هناك صفقة اتفاق تم ما بين شركتين. احنا مصر طبعا في عقد خاص بمنجم السكري، والعقد ده بيتضمن حقوق الدولة المصرية بمنتهى الوضوح، واحنا بناخد حصتنا بانتظام تام، وده مع احد الشركات الاسترالية اللي اعلن انها حصل نوع من الاندماج او الاستحواذ ما بينها وما بين شركة اخرى من جنوب افريقيا. بالتأكيد اللي انا عايز بس اطمن حضرتك فيه، مما يخص حصة مصر في المنجم دي، لا يعني لا يحدث عليها اي نوع من النقاش ولا الجدل ولا اي حاجة. ممكن ان ينظر اذا ما ثبت صحة هذا الخبر ان يكون ده استثمار اكتر جوه المنجم، وبالتالي يبقى حصة مصر ممكن هتبقى بتزيد. انا بأكد على هذا الموضوع، لكن في نفس الوقت نتيجة لان هذا الاتفاق او هذا الخبر اعلن ما بين شركتين
واحدة منهم شركة ليها الحصة فيما يخص الأسهم السكري، فوزارة البترول النهاردة في تواصل مع هذه الشركة لاستبيان التفاصيل كلها، وإن شاء الله هيطلع بيان واضح من وزارة البترول بكل شيء. لكن اللي بأكد عليه وبطمن حضراتكم، حصة مصر دي مفيش أيا كان بقى أي نوع من التعاملات البينية ما بين الشركات، دي شيء مثبت وموجود ولا في يحصل فيه أي مساس. بالنسبة للطروحات، أنا بأكد لحضرتك إن إحنا مع مرور الوقت، إحنا الحمد لله فيما يخص مستهدفات تحقيق جذب الاستثمارات والطروحات إحنا ماشيين بصورة جيدة جدا. ويمكن النقطة اللي قالها الصندوق النقد وأنا بقولها بمنتهى الشفافية في التقرير الثالث بتاعه، هو تساءل هل الدولة المصرية هتظل مستمرة في جديتها في موضوع هذا الموضوع وهتاخد الخطوات بالرغم من حالة عدم اليقين وحالة الاضطراب اللي موجودة النهاردة في الأسواق العالمية كلها. اللي أنا بأكد عليه، إحنا مستمرين في هذا الموضوع وده سياسة ثابتة للحكومة. ولكن اللي بيحصل، وده اللي أنا يمكن قلته المرة اللي فاتت، إن إحنا كنا أعلننا عن عدد من الصفقات بعينها من أكتر من سنة، نتيجة للظروف العالمية واللي حصلت ابتدى يحصل إعادة ترتيب للأولويات، وبرضو إخراج بعض الحاجات اللي احنا شايفينها مش وقت مناسب الفترة دي ان انا اطرحها وادخل حاجات اخرى، وده هنعلنه قريبا ان شاء الله في خلال الفترة الجاية. لان اذكر حضراتكم الموضوع، انا مش ببيع اصول، انا بعظم استفادة من اصول الدولة، وبالتالي التوقيت المناسب ده بيبقى شيء مهم قوي، والمفروض ان انا ازاي احصل على افضل سعر للدولة في هذا الشأن. وبالتالي مفيش اي شيء يمنع ان انا اكون اعلنت عن حاجة ان انا حبدأ اطرحها، واجي النهاردة واقول لا ده مش وقت مناسب على الاطلاق ان انا اطرحها، وبالتالي انا ببرجئ هذا الموضوع وبدخل بعد يعني مجموعة من الاصول الاخرى. وده احنا فعلا في هذه المرحلة بنعيد ترتيب هذا الموضوع وحنعلن عنه في خلال الفترة القادمة باذن الله. الجزء اللي حضراتكم يمكن قلتوه، الترتيب والتنسيق مع المجلس الأعلى أو المجلس سياسات مجلس تنسيق للسياسات النقدية والمالية. الحقيقة الحمد لله أعتقد بالنسبة للسياسة النقدية، البنك المركزي، ويمكن مش المفروض أن أنا أتكلم عليها بالتفصيل، ولكن البنك المركزي الحقيقة بينفذ بنجاح شديد جدا السياسة النقدية فيما يخص استهداف التضخم. إحنا اللي يعنينا هو استهداف التضخم، لأن هو ده أهم حاجة بالنسبة لنا. يوم ما التضخم ينزل وينزل لأرقام كبيرة جدا، الاقتصاد المصري وكل الضغوط اللي موجودة النهاردة هتبدأ انها يحصل لها انفراجة كبيرة جدا. يعني النهاردة نتيجة لارتفاع سعر الفايدة والتضخم، النهاردة جزء من مخصصات الموازنة ليس بالقليل رايح لخدمة الدين وخدمة الفوائد. بمجرد ما هينزل هذه الأرقام لأرقام قليلة جدا، هيبقى عندي المساحة كدولة ان انا اوجه الأرقام دي الاستثمارات والمشروعات كبيرة الدولة النهاردة محتاجاها، وبالذات فيما يخص سواء كانت حماية اجتماعية أو إكمال مشروعات تنموية، وبالذات في مشروعات لها بعد اجتماعي وبعد شعبي للمواطن المصري. فبالتأكيد السياسة بيحصل، أنا عايز أقول لحضرتك، تنسيقات على مدار اليوم لا أبالغ، يعني على طول في تواصل يومي وفي اجتماعات أسبوعية مع السيد المحافظ والسيد وزير المالية وكل المجموعة الاقتصادية، واجتماع كل أسبوعين سواء للمجموعة الاقتصادية أو المجلس السياسات التنسيقية مجلس التنسيق للسياسات النقدية والمالية. زي ما قلت في بداية كلمتي، هيبقى الأسبوع القادم أو اللي بعده على الأكثر هيشهد إعلان عن حزمة فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، عشان يبقى كله بنربطه مع الموضوع اللي يخص النهاردة اللي بنعلنه للسياسات المالية، ويبان إنها حجم من الحزم المتكاملة اللي بنشتغل فيها كدولة مع بعضنا البعض. حدي الفرصة لمعالي الوزير انه ياخد الجزء اللي يخصه في مسألة. شكرا دكتور رئيس. يعني كان في كذا سؤال، مثلا نظام المقاصة والالكتروني هو الحقيقة مش هيبقى نظام مسموح فيه بأي نوع من التدخل البشري، هو نظام اللي بيحصل فيه انه بيظهر الممول بيرجستر بيدخل يعني رقم تعريفي معين وبيخش وبيشوف شاشته بيبقى عارف ايه اللي له، وهو اللي بيحدد يوجهها فين. فممكن يكون الشغل هيتم ازاي نوجد آلية، وده عشان كده احنا خدنا وقتنا في اطلاقها، احنا ان شاء الله تبتدي من اول اكتوبر تفعل هذه، عشان كده بقالنا فترة بنبنيها، ان احنا كان فكرة الربط الكامل ما بين الجهات اللي داخلة، ووارد جدا في المستقبل نزود الجهات. احنا بس عايزين قبل ما نعمل حاجة
نطمن انها شغاله كويس وشغاله بايجابيه وعارفين ندقق هذه الارقام. فهو حقيقه ما فيهاش عنصر بشري على قد ما كان فيها هو ترابط كامل ما بين المعلومات والبيانات. وفي الاخر المول هو اللي بيخش وبيعرف ايه اللي له واللي عليه، وبالتالي يقدر حتى يعمل اي متابعه ممكنه، هو صاحب القرار وليس اي فرد في المنظومه يعني. فانا عايز بوضح دي المنظومه الالكترونيه كامله. الحقيقه احنا لما جينا فكرنا في المرحله الاولى دي من التسهيلات، احنا ما بنتكلمش هنا على اي نوع من الاستهداف لاي ايرادات او اي فقد خالص. احنا بنتكلم هنا ده ضروره انه يبقى فيه بدايه جديده من واعاده ثقه ما بين الطرفين، ما بين وزاره الماليه ومصلحه الضرائب، وما بين الممول ومجتمع الاعمال، وده اولويه احنا جادين جدا فيها. ايا كان الامر في هذا الشيء ده يعني هدف اساسي بالنسبه لنا، وهدف حقيقي، وهدف احنا صادقين جدا فيه، وان شاء الله هنحققه باذن الله. لانه يعني بالنسبه لنا ده بالضبط الاستثمار، احنا كنا بنستثمر في المستقبل، بنستثمر في قطاع الانتاجي في مصر، بنستثمر في كل اصحاب الشركات والممولين اللي يقدروا ان شاء الله يعملوا حاجات كتيره جدا مع عوده الثقه. حضرتك كلمته في بعض الاسئله، ايه الجديد لا يعني، وطب ازاي الثقه دي ما بتبنيش بقرار ولا بحزمه بس. الثقه دي بتبتدي بالتنفيذ السليم وبالمتابعه الجيده وبمحاوله تصويب اي اخطاء. فهي قصه انه ده محتاج وقت وتأكيد، لكن احنا بنؤكد ان ده رغبتنا الحقيقية. لكن كمان عشان تحصل لازم كمان نبسط الامور، ولازم كمان نقول للناس احنا بنقفل بعض المشاكل القديمة جدا واللي كانت يعني مكبلانا كلنا وقتا ومجهودا وتكلفة، وكمان بنقول له يعني حضرتك احنا بنبتدي صفحة جديدة وتعالى، ودي منظومة كاملة وخلاص، مش هنبص بقى على حاجة تانية ولا هنرجع لورا ولا هنفتح حاجة، احنا بنبتدي معاك صفحة جديدة. فهيبقى في شرح كافي يعني ان شاء الله لكتير من التفاصيل، لكن في الاخر لازم تبقى منظومة بسيطة واضحة متكاملة فيها قدر من المتابعة الجيد، وفيها اقل قدر من التدخل البشري، ودي ان شاء الله بالضبط الوصفة والملامح اللي احنا بنطلقها في منظومة المنشآت الصغيرة. الاقتصاد غير رسمي اقتصاد كبير جدا، وعلى فكرة التعامل مع واحدة من الأسباب ان الاقتصاد الرسمي ان انت تجذبه ان انت تتعامل معاه بأفكار كتيرة متنوعة، لان هو مش حاجة واحدة، هو مجموعات مختلفة جدا. لما يكون حاجة بتقوله ان في تقديرات بتقول 50% او اقل او اكتر ايا كان، ان بنتكلم على كائنات متنوعة، في الكبير وفي الصغير، في الصغير قوي وفي المتوسط، وفي اللي ممكن يكبر، وفي اللي ممكن يكون شغال بطرق تقليدية، وفي اللي ممكن يكون متطور. فاحنا هنحاول نوجد حاجة متكاملة تجذب جزء من هذا الامر، لكن في الاخر هو عمل جماعي، وان شاء الله ان احنا نتحرك لقدام وان يبقى في ثقة. دي اكتر حاجة تجيب لنا اكبر قدر من الممولين واكبر قدر من المستثمرين، ان هم يبقى عندهم رغبة ان هم يلتزموا ويبقى اضافة للاقتصاد واضافة ليهم ان شاء الله. احنا الحقيقة يعني بنختار السنة اللي هنرجع لورا ونقفلها، ويمكن او نحاول نحد من كل النزاعات. وانا هنا بتكلم على كل انواع الملفات الضريبية، ما بتكلمش على نوع معين ولا على نشاط معين. فاحنا ان شاء الله باذن الله يعني الاسابيع القادمة هنعلن بالضبط هذا الامر بتفاصيله، لكن احنا بنقول هيبقى في نظام واضح جدا ان احنا بنجر الخط ونقول هنبتدي صفحة جديدة، والقديم ده نجد له آلية لان احنا حافز كبير قوي ان احنا نقفل هذه الملفات بشكل يسمح لنا ببداية جديدة زي ما قلت، وان احنا يبقى عندنا القدرة البشرية والقدرة والوقت والجهد والامكانيات ان احنا نبص لقدام. فان شاء الله هدفنا المستقبل بإذن الله. طيب انا بشكر حضراتكم، ويمكن انا حابب ان انا اكد على اللي قاله معالي وزير الماليه. الهدف للحكومه هو فتح صفحه جديده مع قطاع الممولين او قطاع الخاص كله، بهدف تحقيق طفره كبيره في النمو الاقتصادي المصري. اللي احنا النهارده بنتكلم فيه ازاي نبسط اجراءات، ازاي نحفز الناس على مزيد من الاستثمار وتشجيعهم لتقوية الاقتصاد المصري، ازاي اقفل كل الملفات القديمة. ويمكن هذه النقطة معالي الوزير يعني احنا هنعلن سنة بعينها اي ملفات قديمة
قبلها هيتم تسويتها بطريقة بآلية معينة عشان نقفل هذه الملفات، ويبقى بعد كده خلاص احنا بنتكلم على صفحة جديدة. هو ده اللي هيبقى بيعلن بالتفصيل بهذا الكلام، وهتبقى آلية التسوية بتاعت الضرائب دي بشكلها ايه. احنا لما بنقعد مع كل الممولين ومع كل القطاع الخاص، هو بيقول ان احنا مصر، انا عايز اكد لحضراتكم، القيمة الضريبية نفسها اللي موجودة في القوانين هي قيمة معقولة جدا 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 بالنسبة لكل الدول المحيطة. يعني مصر بالضبط في نص الجدول، يعني لما نيجي نبص على رقم الضريبة او قيمة الضريبة نفسها، ده رقم معقول جدا، وبيقولوا احنا بالعكس احنا ما عندناش اي مشكلة في قيمته. هي مشكلة في التطبيق وآليات التطبيق، ازاي وازاي بتتحسب الضريبة وعلى اي اساس، وازاي مصلحة الضرائب بتقيم هذا الموضوع. هي دي المشكلة الحقيقية اللي دايما بتسمعها في كل الاجتماعات، وهو ده اللي السيد وزير المالية بيستهدفه. ازاي تبقى في ادلة واضحة بقول له انا بحاسب ازاي، ازاي الكلام ده بيتعمل، وما يبقاش بيترك، انا اسف، للاجتهاد من اي موظف. ما يبقاش موظف في مأمورية بيقولها بطريقة وموظف في مأمورية تانية بيقولها بطريقة تانية. بالعكس، هتبقى هناك ادلة واضحة الممول نفسه عارفها قبل ما الموظف يكون يعني يقول له لا ده طريقة الحساب بهذا الشكل. هتبقى حاجات مكتوبة ومنشورة وواضحة والكل بيحاسب عليها. انا بشكر حضراتكم واسفين اذا كنا اطلنا على حضراتكم، ومرة اخرى برحب بكل رؤساء التحرير اللي شرفونا النهاردة، وان شاء الله نأمل بوجودكم معانا في الفترة القادمة بإذن الله. شكرا لحضراتكم.